برحب فيكم أعزائي الطلاب ومنتابع بدرسنا عن الغدة الدرقية وبندرس اضطرابات الغدة الدرقية. طبعا موقعها خلص ما عاد ننساه، تمام. هي الغدة الدرقية تصاب بمشاكل بزيادة إفراز هرموناتها قبل البلوغ بعد البلوغ، ونقص إفرازها قبل البلوغ يؤدي إلى مشاكل كثيرة، مثلا العصبية الزايدة، أحيانا البرد الشديد، المشكلة بتعرق، تزداد حجمها، لاحظ كيف في فترة ما تصبح ضخمة نتيجة فرط إفرازها وفرط نشاطها، فيتضخم العنق كلياته. يعني هي المواضيع اللي حنفصل فيها. فقال نقص إفرازها أو قصور في الدرق يؤدي إلى، أولا لنبدأ عند البالغ، نقص إفراز عند البالغ تؤدي إلى مشكلة تسمى الوذمة المخاطية. الوذمة المخاطية أعراضها سمنة مفرطة وزيادة في الوزن، والسبب هو اختزان مادة نصف مائعة تحت الجلد، ويصبح الجلد بالتالي جافا قليل الشعر. إذا السمنة المفرطة ليس سببها النسيج الشحمي والأكل الزايد، لا، وإنما اختزان مادة نصف مائعة تحت الجلد. فهي معنات كلمة وذمة مخاطية من هون جاي. تدني في الفعاليات الاستقلابية مع الإحساس بالبرد طوال الوقت، لأن هي دور التيروكسين والتيرونين هو في ماذا؟ نعم يلي بتذكر، تدني في القوى العقلية والتناسلية. إذا هذا المشكلة عندها، لاحظ كيف نقص الشعر. الآن نقص إفراز عند الأطفال في سن مبكرة يؤدي إلى مشكلة أو مرض يسمى القزامة الدرقية أو القماءة. بنميزها عن القزامة النخامية. هي القزامة الدرقية نمو ضعيف، قصر في القامة، عدم التناسب بين أعضاء الجسم. لاحظ كيف الجذع للتوأم، لكن هذا ما عنده مشكلة بالدرقية، نمو طبيعي، هذا عنده مشكلة بالدرقية، وبالتالي لاحظ كيف الرجلين والإيدين والجذع أطول، ما في تناسب بالطول بين أعضاء الجسم. تخلف عقلي وجنسي، يعني في مشكلة حتصيب عقله ونضجه الجنسي. إذا نمو ضعيف، عشان هيك إجت القماءة، على فكرة اسم القماءة أنه عدم التناسب بين أعضاء الجسم. أما بالنخامية، قزامة النخامية، فنمو طبيعي ما هيك، لكن قصير، يبقى طوله 1 متر تقريبا. هلأ في سن مبكرة قلنا هذا النقص إفرازه، وفي حالة البلوغ كمان كيف بيكون فرط الإفراز. فرط إفراز الدرقية عند البالغ، عند ما مهم هلأ، عند البالغ يؤدي إلى مرض يسمى جريف بازدو، الذي يتميز بتضخم كامل للغدة، تصير نشيطة كتير وبالتالي بتضخم، وبتضخم العنق هيك. مصحوبا هاي المشكلة المرض التضخم بازدياد معدل الاستقلاب، ينقص الوزن وتجحد العينان، والشعور بالعصبية المستمر، وهكذا. إذا هذا المرض جريف بازدو ناتج عن إيش؟ فرط إفراز عند البالغ. وزمة المخاطية شو سببها؟ نقص إفراز عند البالغ. لمين؟ للغدة الدرقية. تضخم الدرقية مثل ما قلنا هالمشكلة هي سببها هو فرط نشاط الدرقية أو قصورها، يؤدي إلى تضخم ظاهر في العنق. هالتضخم سببه مثل ما شفنا بالفيلم كمان تضخم الغدة الدرقية، فبيبين لبرا بهالموديل سببه المشكلة في الغدة الدرقية. انتهينا من الغدة الدرقية، عرفنا حاسات، عرفنا المشاكل التي قد تأتي من نقص إفرازة أو زيادة إفرازة، لننتقل إلى الغدد أخرى، هي هلا. شكرا لكم.